مشاهدينا الصوره اللي معانا دي في كانت فين مثلا؟ الصوره دي في اسوان. في جزيره اسمها جزيره هيسا في اسوان. جزيره هيسا. هيسا هيسا في اسوان. يعني اغلب الناس بتبقى عارفه اسوان اللي هي غرب سهيل او غرب سهيل. غرب سهيل لا، في اسوان النوبه اللي بجد هي مجموعه جزر. طبعا بعد الخزان. صح. ايوه دي اسوان. دي الصوره هناك لبيت نوبي مع مالك. الصوره دي من احب الصور عندي، لان الصوره دي كسبت مركز اول على مستوى مصر على موقع ويكيبيديا، ومركز ثالث على مستوى افريقيا. غير ان هو يعني احنا كنا معديين بالصدفه شفنا البيت ملون فشدينا المنظر. مين الراجل القمر بقى اللي قاعد ده؟ مين اللي قاعد كده؟ مين اللي عازف النادي ده؟ فطلعنا اتعرفنا عليه. شفنا ان اسمه عم عبد الملك. فاتكلمنا معاه. البيت ايه الالوان دي؟ في هناك جمعيه خيريه، يعني جمعيه هي بتقوم بدور التلوين، ترجع حياه الجزيره تاني. من ابناء الجزيره، من ابناء القريه، من بره القريه بمساعده اهل القريه. حلو قوي، لان هم عندهم حس فني عالي على فكره. الالوان دي بتجذب ناس كتير من السياح طبعا. فلقينا الناي دوت، هو كان موجود جنبه، فاحنا سالناه وانت حاطه جنبك ليه؟ قال انا بعرف اعزف على الناي. طب كان عزفكم حلو بقى ولا؟ عزف حلو جدا بجد والله. عزف حلو جدا. طيب دي من الصور اللي فازت في مسابقه التشيك او سويد؟ لا، دي مركز اول في عيد الاب. لا 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 لا. بس عم مالك ليه قصه ثانيه، ان الصوره دي قديمه شويه، يمكن من 2016. هو بعديها يعني انا كل سنه مثلا بروح النوبة 3-4 مرات في السنه. حلو. فروحت له ثاني بعديها بسنه او سنتين. كانت مامته توفت. فهو بقى حزين جدا ان هو ما فيش حد معاه في البيت غير هو ومامته فقط. ما عندوش اولاد؟ ما فيش حد. فابتدى يعمل مريحه عنده في البيت عشان الاولاد في الجزيره يلعبوا معاه. بيسلي وحدته. بيسلي ان هو عايش لوحده. هل عملت صوره توثق الحاله دي؟ ما لا، هو بقى حزين شويه، ما بقاش مش عايز يتصور في الوقت ده. الصوره دي مش هتلاقي يعني اي ناس كتير صورته بعد كده، ما خدتش الصوره دي ان هو بقى حزين.